السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة ثالثة كما وعدناكم امتحان رقم واحد شامل على المنهج بتاعنا. احنا كده رجعناها اوكي، واللي ما رجعناش مش مشكلة، هنشرح ونظبط حالنا. يلا بينا يلا بينا. طبعا ساعتك الفايل اللي عليه اسئلة موجود على الجروب بتاعنا عشان محدش ايه يقول لك انا ببص على الشاشة وخلاص. بسم الله. اول جملة عندك he is praised بيمدح by everyone من الجميع because he has faced it. لان الراجل ده واجه طبعا many ايه كتيرة during his journey to success اثناء رحلته للنجاح. الراجل ده واجه طبعا respects مجالاته chances فرص challenges تحديات prohibition طبعا تحريمات او منع. اكيد طبعا challenges عندك رقم C قبله كتير من التحديات اثناء رحلته للنجاح. اللي جاية his previous experience خبرته السابقة previous يعني السابقة made him جعلت منه خليته the best for the job افضل ايه طبعا للوظيفة. وعشان كده الله اكبر he got it chosen يعني تم اختياره employer صاحب عمل voter عزيز الناخب interviewer المحاور طبعا ساعتك candidate مرشح او متقدم لوظيفة. عندك رقم دي الصح بتاعنا I can't agree with her انا مش موافق على كلامها بصراحة her decisions اصل قراراتها بيني وبينك يعني are often based on مبني على sense not critical thinking مش تفكير نقدي او ناقدة. ساعتك الافكار بتاعتها وقراراتها مبنية على ما يسمى common sense. فاهم المعنى؟ طبعا ساعتك هنا رقم C common sense زي ما قلنا الفراسة وما شابه او الفطرة بتاعتها لكن مش على بحث ولا حاجة. The Eiffel Tower في رقم 4 برج ايفل is one of the most popular واحد من اشهر in Paris you have to visit it if you go there one day ابقى ازوره في يوم من الايام هناك. طبعا سعادتك البرج بتاع ايفل ده يعتبر علامه بارزه اللي احنا سميناها معاك لاند ماركس رقم دي لاند سكيبس تضاريس المكان والسطح لاند لوردز الملاك ملك المكان لاند فيلز احنا قلنا اماكن جمع القمامة. جمله رقم 5 he can speak both of English and French languages fluently. الراجل ده يا جماعه بيتكلم ما شاء الله انجلش بيتكلم ما شاء الله فرنش fluently بالطلاقة تحدي بيتكلم جوز لغات ساعتك هيبقى bilingual رقم A trilingual بتكلم ثلاثة singular معناها مفرد مش خالص دي monolingual بتحدث لغة واحدة زي ما قلنا the firefighter رقم بتاع المطافي الايه rescued the kids انقذ الاطفال in the burning building في المبنى المشتعل طبعا اكيد ده حد دخل انقذهم حد ساعتك brave يبقى عندها رقم A brave شجاع ايدل كسول او عابث ليز كسول كاورد كمان ما تنفعش. 7 ذا تشيلدرنز بيرفورمانس الاداء بتاع الاطفال was so that كان ايه لدرجه اور ذا اودينس كل الجمهور كلاب ذا هاندز هابري سقفوا طبعا بايديهم بسعاده اكيد طبعا سعادتك دي حاجه كان امبرسيف رقم ايه مبهره. ديسابوينتد محبط مش محبط ديبريست مكتئب مش يجيب اكتئاب طبعا اكسبنسيف غالي ما ينفعش. ماي فريند هاز ابلايد فور اخويا او صديقي اتقدم طبعا السمر اي ات ون اوف ذا بيجست كونستراكشن كومبانيز واحده من اكبر شركات الانشاءات ده عايز يعمل ايه في الصيف معاهم بقى؟ عايز يتدرب انترنشيب طبعا سعادتك رقم اي قلنا انترنشيب تدريب طبعا انترنس مدخل ادفانتج ميزه ايدنتيتي هويه ما تنفعش. She has lived in Cairo since she ادي سعادتك كلمة since ادي سعادتك دي من الحاجات اللي انا يعني بكتمها جوايا لما سعادتك بتحلها غلط بزعل بزعل المفروض انت عارف كويس قوي ان كلمة since قبلها مضارع تام since قبلها مضارع تام present perfect ولا منها possible الماضي بسيطة الصح عندك هنا كلمة got married طبعا سعادتك هنا رقم دي. She arrived but she managed to finish her work on time هي وصلت ايه لكنها تمكنت انها تخلص عملها في الميعاد جت متاخره صح بتاعنا يبقى كلمه ليت صفه بمعنى متاخر خلي بالك احنا قلنا الكلام ده قبل كده متاخر او متاخر انا 11 I am at the mechanics now انا دلوقتي موجود عند الميكانيكي في الورشه ماي كار العربيه مالها بتتصلح جمله باسف يس حدث يحصل امتى اثناء الكلام يبقى شكل الجمله عامل ازاي is being repaired رقم 6 الجمله عندك هنا مضارع مستمر وباسف طبعا. We need to buy juice. احنا عايزين اخواننا نشتري عصير. There is juice in the glass. اولا juice لا يعد. اولا كده بسم الله. Juice uncountable. يبقى many ارميها برا الليله.
فيو بره الليله عشان الاثنين دول هيجوا معانا مع الحاجات البلورال الجامعه طبعا. يبقى الصح بتاعنا هيبقى كلمه ليتل رقم سي عشان دي كميه اكيد مش مكفيه. والدليل ان سعادتك رايح تشتري جديده. My sister looks happy, very happy. اختي فرحانه قوي. She her exams امتحاناتها اكيد نجحت في الامتحانات. هتبقى عندك must have passed رقم ايه؟ سامعك وانت بتقول لي مش باست رقم سي. ما هي نجحت يا مولانا في امتحاناتها. لا يا معلم خدها مني بقى. لو هي باست دي الله يسامحك سعادتك لازم تحط كلمة has passed عشان تبقى الجملة حدث له اثر يا معلم. شفت بقى الجمال وكان مش متحدد الميعاد بتاعه لكن عملناه استنتاج اكيد نجحت من السعادة اللي على وشها دي. اللي جاية his uncle with he lives is very generous. uncle طبعا عاقل ما ياخدش معانا كلمة with شغل. وفي عند سعادتك حرف جر ما يسبقش له ولا يسبق كلمة ذات. يبقى الصح بتاعنا with whom عندك هنا رقم دي عندك حرف جر. سلمى asked me where أداة الاستفهام وراها ترتيب خبري صح. أداة الاستفهام جاية في النص. أداة الاستفهام جاية في النص عايزين فاعل. آخر اختيار ده غلط. would I ما ينفعش معانا. I would spending في حاجة اسمها برضو would spending بعد would تجيب ing gerund ما ينفعش ساعتك. طيب I shall spend دي جملة يا راجل غير مباشر invite the British speech الأفعال اتحولت. يبقى الصح بتاعنا I would spend ساعتك طبعا رقم B. He was believed السؤال ده حلو قوي 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 قوي. He was believed لما بنبدأه فعل الجملة الثانية لما بنبدا احنا نتكلم عليه بنحنا بنجيب في سيرته بنقطعه في فروته. سعادتك لازم تربط بكلمه تو. بستولن ما تنفعش معانا. اتفضل تو ستيل هنفكر فيها. از دي بطيخه خالص. اتفضل عندك تو هاف ستولن بعد كلمه تو احنا بنجيب مصدر. لو الكلام مضارع افتكر كلامي او مستقبلا حط هاف وباست بارتيسيبل. لو الكلام في الباست في الماضي قلنا عندك يعتقد عنه انه سرق the money from the old woman but he was found innocent لكن في الاخر وجد بريئا. ساعتك هتبقى to have stolen رقم دي حضرتك. هنا بقى الكلام بتاعنا مين في دول. الجمله دي حلوه قوي رغم انها مجعلصه كده وكبيره وشكلها رخم. لا 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 انت اشطر من كده بكتير. انت اقوى من الامتحانات اوعى تنسى. ساعتك بقى بيقول مين في دول معمول لها علامات ترقيم ثانيه. بسم الله. اسمع يا سيدي اولا الجمله رقم بي دي غلط قبل ما اكمل قرايه. ليه بقى؟ ما فيهاش فول ستوب في الاخر. ادي اولا. ايه كمان؟ كلمه 60 يير اولد على بعضها كده ادجكتيف صفه لكلمه ماذر ان لو. فدي حط سعادتك الهايفنز بتاعتها ما حطهاش فرقم بي ما تنفعش معانا. رقم سي غلط. رقم سي غلط ما حطش فول ستوب وما عملش هايفنز عندك هنا ما بين 60 وير عشان كده سعادتك دي كمان غلط. رقم دي غلط ليه ما حاطط هايفنز اهو يا عم الحاج. ايوه يا بركه لكن ما جاش عندك هنا وحط فول ستوب في الاخر. يبقى اول واحده اللي صح قدامك. طب ما تيجي نقراها. نيجي نقراها. My 60 year old mother in law حماتي اللي عندها 60 سنه did عملت a 10 foot dive يا ولا a 10 foot dive يعني عملت دايفنج غطس 10 قدم into the swimming pool في حمام السباحه and was greatly admired واعجب بيها جدا. ما شاء الله رب العالمين. سعادتك رقم ايه؟ نو كومنت يا اخوان. عندك رقم ايه؟ طبعا هي الصح بتاعنا. اللي جاي بيقول لك which one of the following punctuation marks can be used for this sentences او this sentence المفروض. الجمله اللي جايه دي عايزين نحط باخرها حاجه. حطيت سعادتك باخرها ايه بقى؟ نقرا الجمله. كريم worked in this company 3 years ago. دي جمله خبريه. اللي سميناه معاك statement او declarative. طبعا سعادتك هنا هتبقى رقم بي. حط في الاخر فور ستوب. خلي بالك اللي جايه the best thesis statement for this paragraph is. اسمع بقى يا سيدي هو عايز جمله نحطها في اول الكلام ده. بيقول some people say that the best way to discourage smoking احسن طريقه ان احنا نحبط بيها discourage يا اخوان عكس encourage ان احنا نحبط بيها التدخين is to make smoking illegal ان احنا نخلي القانون سوري التدخين غير قانوني in public places في الاماكن العامه. As a people say ناس ثانيه بتقول that this is not enough ده مش كافي and that other measures ان اجراءات اخرى are needed يحتاج اليها. طيب مين في اللي مكتوب قدامك ده؟ مين في اللي قدامك ده ينفع يبقى هو الفكره الرئيسيه
الكلام ده ساعتك. اسمع يا سيدي. It is in my opinion it is unpleasant غير لطيفة to be in public places ان الواحد يكون في اماكن عامة where people are smoking الناس بتدخن فيها ماشي. I think that it is very important to not encourage هم ان احنا ما نشجعش smoking تدخينه altogether تماما as people like to breathe well in all areas لان الناس بتحب تتنفس كويس في كل الاماكن ماشي. In my opinion for I laws القوانين against smoking ضد التدخين are an important part of discouraging جزء مهم اللي طبعا لإحباط this bad habit هذه العادة السيئة. But I agree that more needs to be done. أعتقد أن الكثير محتاج يتعمل. It is important to stop smoking in all areas as it is harmful for people. مين فضول يا أخوانا ينفع سعادتك تعتبرها هي الفكرة الرئيسية لإي سي أو لباراجراف قدامك ده. أنا هقول لك أن رقم سي أصح واحدة. طب ليه رقم إيه ما ينفعش؟ اسمعني بقى. لأن في رقم إيه بيقول لك في رأيي شيء مش لطيف إنك تبقى في مكان عام ناس بتدخن فيه، هو كده ما اتكلمش خالص عن منع التدخين على فكرة، لكن بيتكلم عن عيوبه، إن الواحد عايز يتنفس هواء نظيف، إن هو حاجة ضارة بالصحة، لكن ما جاب سيرة إزاي نمنعه ولا نكافحه، فدي بره الليلة. رقم بي قال لك مهم إن إحنا ما نشجعش التدخين خالص، لأن إحنا محتاجين نتنفس، طب ما جابش الحلول، فطبعًا دي مش موجودة. رقم دي قال لك مهم ان احنا نبطل تدخين في كل الاماكن عشان ضرب الناس. لا، رقم سي بقى اللي شامل كل حاجه. ليه بقى؟ قال لك القوانين اهي دي بتاعت كلمه الليجال اللي موجوده قدامك، واخد بالك انت؟ والحته بتاعت انا موافق ان في مور حاجات اكتر محتاجه تتعمل، دي بتاعتي بقى سعادتك ان في other measures اجراءات اخرى. فبصراحه الجامع المانع هو رقم سي سعادتك. هنا بيقول لك HAC كل مقالة contains كل مقالة سعادتك فيها ايه؟ فيها topic sentence، فيها conclusion، فيها introduction and body paragraphs. طبعا سعادتك هنا هتقرأ رقم B ورقم C. طبعا كل مقالة فيها introduction مقدمة، فيها body paragraphs اللي طبعا الفقرة بتاعت الشرح، وفيها كمان طبعا conclusion ختامة، تبقى عندك رقم D هي الصح بتاعنا ماشي. هنا بيقول hello I am Jake. القطع اللي عندك بقول أنا فلان. I have returned to my hometown. رجعت لبلدي اسمها of Wilson Creek after an absence of 10 years. وانت بتعلم كده معانا كنت غايب عن البلد بتاعتي 10 سنوات. So many things have changed around here. Yeah. حاجة كتير جدا اتغيرت هنا. When I left Wilson Creek لما سبت البلدي there was a small pond. كان في بركة مية صغيرة on the right على اليمين as you left town. وانت طالع من المدينة بركة المية على يمين ساعتك اكيد وانت خدت على شمالك. They have filled in this pond. اتريهم ملوا مل ردموا البوند ديت and they have built a large shopping mall there. وبنوا مول كبير جدا هناك. يبقى المول ده دلوقتي فين؟ على شمال وانا داخل اكيد. A new post office مكتب بريدة has also been built كمان اتبنى just across from my old school قدام قصاد مدرستي القديمة. There is a baseball stadium ما شاء الله بقى فيه كمان استاد بتاع بيسبول on the outskirts على الضواحي في اطراف يعني of Wilson Creek which has been changed completely اللي اتغيرت خالص. They have now added ده كمان اضافوا a new stand standing الفرش يعني باللغه بتاعتنا where probably a few thousand people could sit. طبعا مكان كبير كده مساحه الناس تقعد فيها. It looks really great حاجه عظيمه. The biggest changes have taken place in the town طبعا داون تاون اريا كل الحاجات دي حصلت في وسط البلد. They have pedestrianized the center pedestrianized ساعتها خلوه العبور والمشاة يعني خلوه المشاة بس طبعا the center المركز and you can't drive there anymore مش مسموح لك بالسواق. A European style fountain نافورة على الستايل الاوروبي has been built اتبنت. Some benches by the disket البنشات have been also added a dolphin also been added along with a grassy area منطقة عشبية and a new street cafe وفي كافيه في الشارع. My street looks just the same as it always has طبعا but الشارع بتاعنا هو هو لكن طبعا a public library مكتبة عامة has been built it advanced in the next street along في الشارع اللي ورانا. There used to be a great park كان فيه great park جنة كبيرة there but they have cut down all the trees لكنهم طبعا قطعوا كل الشجرة which is a pity بالنسبة لي طبعا دي حاجة حسرة خسارة. The library now has a large green area المكتبة ما شاء الله فيها مساحة خضراء كبيرة in front of it قدامها.
But it's still the same as when the park was there. لكن مش نفس الكلام لما كانت الحديقة موجودة. Another improvement, تحسن تاني, is the number of new restaurants, العدد بتاع المطاعم الجديدة that have opened, اللي فتحت in Wells and Creek. A Chinese and an Italian restaurant, مطعم صيني إيطالي, have opened in the town center, وسط البلد. And a Mexican restaurant, ومطعم كان مكسيكي, has opened, اشتغل, فتح near my home, which is where I am going tonight, وانا الليلة رايح المطعم المكسيكي اللي قدامك ده. قطعة لطيفة جدا, تعال نحل سوا. السؤال الأول, لا عندك 21, أول سؤال على القطعة. جيك البطل بتاع الرواية thinks Welsh in Greek, بيعتقد إن البلد بتاعته. Has it changed, اتغيرت. Irrelevantly, يعني بصورة غير مناسبة. لا. Harmfully, بضرر. بصراحة لا. Differently, اتغيرت بشكل مختلف. طبعا لا. Completely, تماما. أعتقد دي أدق. Completely, تماما دي أكتر. أكتر جدا كمان. أنت طبعا رقمين صح. They have improved, هم حسنوا. The baseball stadium, الاستاد بتاع البيسبول. And added, وأضافوا إيه؟ طبعا for people to sit, عشان الناس تقعد. لكن طبعا ساعتك benches, رقم دي البنشات يعني الديسكات الطويلة دي. According to the passage of Jake, حسب القطعة الرجل ده, changed the new stand, غير الستاند الجديد, لما حصلش الكلام. Doesn't mention, ما ذكرش his viewpoint, وجهة نظره on the new stand. Likes, عجبه the new stands, أو dislikes, مش عجباه. بصراحة أنا هرجع للقطعة عشان ما حفظتش. بص بقى يا سيدنا, كتب عندك هنا it looks, أهي it looks really great, تبدو سعادتك حاجة عظيمة. يبقى فعلا ايه, عجبه التغيير اللي حصل. يبقى عندك likes, عجباه the new stands. It's only possible, ممكن to reach the town, the downtown, طبعا توصل البلد دي area by boat, ولا by bicycle طبعا, ولا on foot, ولا by car. طب تعال نرجع بقى للقطع عشان السؤال ده انا مش فاكره بقى. بقول لك هو هنا لحظة واحدة, لحظة هقول لك السؤال ده, توصل downtown, المنطقة بتاعت وسط البلد ده. هو طبعا ساعتها توصل لها on foot, ماشي صح كده. هو نصر كان فكرت على المدينة, قال لك طبعا هو هنا pedestrianized, اهي pedestrianized, اهي يعني خدوا المنطقة للمشاة فقط. يبقى ساعتك عشان توصل داون تاون بتاعهم ده لازم طبعا على رجليك. The word it in the fourth paragraph refers to, ثانية واحدة بقى, كلمة it في الفقرة الرابعة. هنا ساعتك لا في فقرة ولا في حاجة خالص, احنا هنشوف كلمة it في الفقرة الرابعة. As it, ده كتب عندك it always has but a public library, بيقول لك my street, الشارع بتاعي just looks, يبدي looks just the same as it. يبعد على الشارع بتاع الراجل ده, تبقى عندنا طبعا رقم B, Jake's street, طبعا رقم B. The word pity, طبعا pity معناها سعادتك يا لها من حسرة, سعادتك خيبة امل, يبقى طبعا disappointment, رقم D. Jake is visiting a new, طبعا place tonight, طبعا صاحبنا الليلة حيزور المكان طبعا اللي هو the Mexican restaurant, رقم B اللي احنا قلناها معاك. Jake was absent from his town for, كان غايب 10 سنوات, عنده طبعا 10 years اول اختيار. قطعة تانية احنا نقراها معاك. Everybody likes to feel that he, she or he is special, كل واحد فينا يحب يحس ان هو حاجة كده سعادتك مميزة. Sadly, كل اسف, many of us grew up believing, ناس كده تعتقد, تنمو بتكبر وهي بتعتقد that we are not special at all, الواحد بيكبر وحاسس ان هو مش مميز في اي حاجة. We wish that, بنتمنى ان we could be more attractive, الواحد نفسه يبقى جذاب اكتر. Better at sports, ويكون افضل في الالعاب الرياضية مثلا يعني. Or we wish we had more money, بنتمنى يكون معنا فلوس اكتر. Or more beautiful clothes, او ملابس جميلة اكتر. Like the tin man, the scarecrow, or the cowardly lion from the wizard of Oz, طبعا اوزي. We think, ولا طبعا زي الاسامي دي كلها كده, ساعتك بنعتقد we're not good enough, احنا مش كويسين. Just as we are, زي ما احنا عليه. In the film, طبعا في الفيلم the tin man بيقول لك wishes, بيتمنى he had a heart, ان عنده قلب. The scarecrow, طبعا ساعتها scarecrow اللي هو الانسان بتاع خيال المادة ده, wishes that he had a brain, نفسه كان عنده مخ. And the lion, والاسد, wants courage, محتاج شجاعة. Eventually, ختاما طبعا each of them realizes, كل واحد بيدرك that he already has what he wants, ان احنا كل واحد فينا عنده الحاجة اللي هو محتاجها. Nearly, تقريبا all parents, كل الاباء want us to be the best we can be, عايزين نكون على افضل حاجة ممكن نوصل لها. The occasionally, هم من وقت التاني attempt to encourage us, حاولوا يشجعونا to do better, ان احنا نبدو افضل,
by comparing us to others. منهم يقارنونا بالآخرين. They mean well. هما نيتهم خيرة. But the message we usually get, لكن الرسالة اللي احنا بنفهمها طبعا بتوصل لنا is that we're not good enough. ان احنا مش شاطرين كويس زي اللي هما بيقارنونا بيهما. We start to believe that. فبنبدأ نعتقد the only way we can be special. السكة الوحيدة اللي ممكن يبقى احنا مميزين is by being better than somebody else. ان احنا بقى احسن من الاخرين. But we are frequently disappointed. لكن طبعا في الاخر مش بنبقى احسن من حد وبنشعر بخيبة امل لان ساعات قارنت نفسك بغيرك. There will always be somebody out there that is better than we are at something. لازم تؤمن بكده ان في دايما حد هيبقى اشطر منك في حاجة. There are a lot of people around who may not be as intelligent as we are. وفي ناس طبعا كتير حاولنا برضو في نفس الوقت ما هماش اذكياء زي ما احنا اذكياء. But who are better at sports. هما شاطرين اذكياء لكن اشطر منهم في الرياضة. الدنيا كده. Or they may not be as handsome. وربما يكونوا مش حلوين مش وسيمين. But they have more money. لكن معهم فلوس اكتر. It's unthinkable. لا يتصور for us to be better than everybody else all the time. سعادتك مش احسن من كل البشر طول الوقت. Like the tin man, the scarecrow and the cowardly lion, we all need what we believe will make us better people. احنا محتاجين ما نعتقد انه هيخلينا افضل. Our parents often forget to tell us. اهلينا بتنسى تقول لنا that we are special. احنا مميزين. That we are good enough. ان احنا good enough just as we are. احنا كويسين كده وكده. Either way it's up to us. كده ولا كده هو بالنسبة لنا هو up to us. مسؤوليتنا الامر لينا to remind them ان احنا نفكرهم sometimes that each of us in our own way is special. حلو القطعة دي جدا. The road is taken to. الراجل هنا كتب القطعة دي عشان خاطر explain the importance of being yourself. يشرح الأهمية انك تبقى انت وبرك انت. Suggest how people can change their way of life. ازاي نستغير حياتهم. Talk about your family problems. مشاكل عيلة. Describe how intelligent we are. يشرح ازاي احنا طبعا اذكياء. لا رقمين صح سعادتك انك انت تبقى كما انت تطور نفسك اوكي لكن ما تقلدش غيرك. This essay was most likely written by اللي بتاع الكلام ده مكتوب بواسطة parent احد الاباء. لا ما اعتقدش. Young person طبعا سعادتك حد من ايه من الشباب واخد بالك انت كوتش مدرب تيتشر. عارف انا هختار ايه؟ انا هختار كلمة young person. ليه بقى؟ اقول لك ولا اجلها الفيديو اللي جاي؟ اقول لك ولا اجلها؟ اقول لك لان بص 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 كتب عندك هنا ايه بقى؟ many of us كتير مننا بيكبر بيعتقد ان احنا كذا كذا كذا. سعادتك طبعا هنا هو الكلام عايد على الشاب نفسه اللي بيقوله. الخطاب كله يا اخواننا هنا عندك first person pronoun طبعا كان في البلورال في الجامعة يبقى عندك الصح بتاعنا هتبقى عندك هنا young person شاب اللي كتب الكلام ده. والنظرة say about our parents الكاتب هنا قال ايه عن والدينا. They frequently forget to tell us that we are special. بينسوا ان يقولوا لنا ان احنا مميزين. They always tell us اما frequently باستمرار طبعا باستمرار بينسوا يقولوا لنا ان احنا كويسين. Always زي ما يقولوا لنا we are good enough. Always زي ما يقولوا لنا that we are special. They never forget عمرهم ما بينسوا to tell us that we are special. طبعا لقيت عند ساعتك رقم ايه انهم طبعا بينسوا ساعات يقولوا لنا او كتير طبعا ان احنا مميزين. The writer of this essay believes that الكاتب بيعتقد the richer you are the better you are ان كل ما كنت اغنى كل ما كنت احسن. لا 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 not everyone can be special. مش كل حد يا جماعة هيبقى مميز. لا غلط ده هو قال لك كلنا والله العظيم مميزين. Intelligent people الناس الاذكياء are more special than others. لا we are all good enough just the way we are طبعا ان كلنا كويسين على ما احنا عليه بالمنظر ده. Tin man wishes to. Tin man كان نفسه سعادتك انا ما حفظتش ارجع تاني معلش. Tin man سعادتك. Tin man كان بيتمنى ان هو بقى ايه بقى سعادتك هنا فين بقى Tin man ده دوره اخوانا معانا. Tin man اهو. Tin man لا لسه مش اهو. قال لك طبعا كان نفسه عنده هارت اهو. Wishes he had a heart. عند سعادتك طبعا في السطر يا جماعه ال 1 2 3 4 الخامس 1 2 3 4 5 السادس طبعا نظر. سعادتك طبعا هنا بيقول لك اهو
الراجل ده سعادتك بتمنى ان هو يبقى عن طبعا قلب اكتر عندك have a heart رقم دي طبعا. The underlined word disappointed is a synonym to send عن مرادف انت عارفه synonym to طبعا هنا مرادف لكلمة disappointed طبعا دي dissatisfied طبعا غير راضي satisfied معناها راضي قانع dissatisfied غير راضي غير قانع. The underlined them refers to فين بقى them دي بقى اخر سطر عندك كلمة them اهو بص حتى اقول انا كاتبها اهو بقول لك it's up to us to remind them نفكرهم اكيد طبعا والدينا اكيد طبعا سعادتك والدينا them عندك هنا عايد على parents رقم بي. The best title احسن عنوان for this essay could be ممكن يبقى سعادتك being special بصراحة مش being apparent ولا المقارنات ولا selfishness being special رقم ايه سعادتك تبقى مميزة. الترجمة بتاعتنا في بعض الأنظمة التعليمية يطلب من الأطفال دراسة لغة أجنبية واحدة أو أكثر وفي حالات أخرى تعتبر دراسة اللغة الأجنبية ليست شرطا. بسم الله إن أولى أول القصيدة يا معلم إن أولى فطبعا مش محتاج أكمل قراءة كده الجملة رقم إيه غلط خش على وراها. In some educational system زي الفل children need to study أولا need to ده ما قالش الراجل لأ ما قالش محتاجين ده قالك يطلب منهم فعشان كده رقم بي بكل اسف بره. اللي وراه in some educational system children برضو need to study لا مش هينفع معايا. الاخير عندك يتأكد منها in some educational system the children are required صح كده to study one or more foreign languages in others في اماكن تانية foreign language study is not a requirement ليس شرطا. فعلا يا اخواننا رقم دي هي اللي صح. اللي جاية يعتمد عدد متزايد من الناس على المطاعم والأطعمة الجاهزة الأطعمة المجمدة والوجبات المعبأة بدلا من الطعام المطبوخ في المنزل لتوفير معظم وجباتهم. يلا بينا an increasing number عدد كبير طبعا of people go دي معرفش هو جابها منين كتب كده كلمة go مباشرة دي مش موجودة كلمة يعتمد كده هو طيرها فسعادتك دي غلط. A certain number عدد معين هو مش معين هو كتب سعادتك عدد بيزيد فمعين دي certain محدد أو معين دي غلط دي برا الليلة. A growing number أيوة كده عدد متزايد of people rely on يعتمد على restaurants and convenience food frozen food and packaged meals rather than بدلا من home cooked food طعم محطوط في البيت طبعا مطبوخ في البيت to supply عشان خاطر يوفروا most of the meals اعتقد رقم C هي اللي صح. طب ما ناخد اللي وراها ناخد اللي وراها ولا طبعا a number of people هنا ما كتبش كلمة متزايدة يبقى سعادتك رقم C هي اللي صح. يلا بينا طنط كوثر. The average sales المتوسط مبيعات of each food item لكل طبعا عنصر غذائي changes بيتغير depending on حسب the season الموسم certain items انواع معينة are regularly sold تباع بانتظام in winters في الشتاء and others in summers وغيرها في الصيف. يلا بينا متوسط مبيعات كل عنصر غذائي يتغير حسب النوع. النوع دي ما تنفعش غلط تباع كل العناصر لا كل دي غلط وكاتب certain خلي بالك يبقى A و B طاروا مننا. متوسط مبيعات كل عنصر غذائي يتغير حسب الموسم تباع بعض العناصر بالتزام دي ما اعرفش جابها منين بالتزام دي مش موجوده عندي سعادتك دي كمان غلط يبقى طبعا رقم دي هي الايه هي الصح. Most experts assert يؤكد معظم الخبراء that physical education ان التربيه البدنيه الالعاب يعني classes are an important part of a child's education يؤكد معظم الخبراء ان دروس التربيه البدنيه هي جزء مهم من تعليم الطفل اعتقد هو صح. الثانية كاتب عندك هنا غير مهم طبعا لا كاتب بعد كده عندك بعض طبعا لا بعض غلط كاتب بعد كده عندك شخصية الطفل لا هو كاتب تعليم فعندك طبعا رقم A هي الصح بتاعنا. ده اول امتحان يا حبايبنا الغاليين يا رب تكون استفدت منه. للقاء ان شاء الله هيبقى في ساعتك بلاي ليست على القناة عشان هيبقى الامتحانات دي ورا بعضها لما تحب تراجع في الامتحانات وياريت لو لارا تعرف تطبعه كمان عشان تراجع منه. بيست اوف لاك نراكم قريبا سي يو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.